احرصوا على الاستغفار فإن يضبط الوقت. وأعرف هذا عن مجموعة من الصالحين طلاب العلم، صار يستغفر 1000 ثم زاد إلى 2000 ثم استقر على 5000 يوميا. استخدم الخاتم، الخاتم للتسبيح في فتوى الشيخ صالح الفوزان والمفتي بتحريمه، لكن عندي إن هذا فيه نظر، بل هو جائز ولا إشكال فيه، فإن التسبيح بالسبحة هو جائز كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ ابن باز والشوكاني وجماعة. ومثل خاتم التسبيح هذا يضبط لك الوقت، والفتوى بالتحريم لا وجه له. فاضبط الاستغفار بالخاتم، وأكثر من الاستغفار لا تنقص عن 1000، وستتغير حياتك، سيتغير لسانك، سيتغير وقتك، سيتغير نفسيتك، الكآبة ستذهب عنك. يعني الكآبة يعاني منها كثير، ضيقة الصدر، الوحشة، الكآبة مجهولة المصدر، فجأة تنزل عليك كآبة. الاكتئاب بالمناسبة هو مرض نفسي، لكن لسقف معين يعني يتحمل الإنسان، لكن إذا زاد قد يحتاج الإنسان إلى يعني علاج مناسب له. الاستغفار مما يفرح النفوس ويحط الله بها الأوزار، لأن الأوزار والذنوب هي أساس البلاء. ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.